لمناقشة تطورات العقوبات الأمريكية على إيران معنا من باريس سيد موسى أفشار عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. أستاذ موسى بداية مرحبا بكم. روحاني يقول إنه لا يرى أي حل سياسي مع الولايات المتحدة في الظروف الحالية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة الراقدين. أهلا بكم. في الحقيقة ما تشهده الساحة الإيرانية حاليا وما سمعتم وأرسلتم جنابكم إلى تصريحات روحاني قبل كل شيء إنها اندلت إنما يدل على حالة التقبل القصوى التي يعيشها نظام الإيراني بكل برمته سواء المرشد الولي الفقيه علي خامنئي على رأس السلطة وكذلك نائبه روحاني. نعم. انهم الان في المأزق وانهم تحت يعني انهم بين فنجان المقاومه والانتفاضه العارف وبين مسلقه العقوبات. فهذه هي الحاله التي ادت الى نقل معركه بين الشعب وبين النظام والصراع الدائم بين الشعب والنظام. انتقل هذه المعركة إلى داخل نظام الإيراني، فطبيعة هذا الصراع اختلف تماما عن طبيعة السابقة لتغطي السلطة والصراع حول نحب الأكثر. حديث الأمر اختلف. نعم. حديث خامنئي وتصريحات روحاني تشير وتؤكد على ذلك، لأنه الآن كل جهة كل جناح يحاول إلقاء اللوم على ما حدث، وهم يشبهون الحالة نظام سفينة تغرق. خامنئي يقول للمسؤولين في النظام الإيراني وكل تسمعني أستاذ موسى، إلقاء اللوم بالسوق هذه السفينة إلى جانب الأمر. أستاذ موسى من جهة أخرى، من جهة نعم إذا سمحت لي، خامنئي يقول للمسؤولين في النظام الإيراني لا تعولوا على الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي، إلى أي مدى ترى الاتفاق النووي بات في موضع الميت الآن؟ الحقيقة كما تعرفون أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه يوليو تموز 2015 في آنذاك أكدت المقاومة الإيرانية وخاصة السيدة مريم رجب رئيسة الجمهورية منتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أكدت أن هذا الاتفاق سوف لن يكون ناجحا إن لم يكن هناك رقابة محددة أو طريقة يعني استخدام وصرف الأموال التي سوف تطلق تقريبا بين بحدود 150 مليار دولار. وبعدين كانت هناك تنازلات كبيره قدمت من قبل اداره اوباما لذلك. نعم. وطبعا انتم ساحدتم وردت في ايجاد هذا الاتفاق النووي بانه هذا الاتفاق سوف يصح في السلام والامن الاقليمي، السلام والامن الاقليمي والدولي. نعم. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ موسى أفشار عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ونعتذر من حضرتك لضيق الوقت.